عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة. اكيد كالعادة هنتكلم عن النادي الاهلي، هنرد عن كل التجاوزات والسباب الموجه للنادي الاهلي. لكن في البداية في عرض لكل الاهلاوية فقط. لو انت اهلاوي التليفون بتاعك ما نزلتش عليه قبل كده التيك توك، سيب رقمك، تيشيرت الاهلي هيوصل لك. لو انت فعلا ما نزلتش قبل كده على تليفونك التيك توك، ده عرض لكل الاهلاوية. عندك رقم، عندك اتنين، عندك عشرة، سيبهولي في الكومنتات وانا هتواصل معاك ونتأكد ان ما عندكش تيك توك او ما نزلتوش قبل كده، هبعت لك تشيرتك لحد مكانك، مكان ما تكون. ده عرض لكل الاهلوية، بس اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رقم تليفونك. تخش على طول في اخبارنا النادي الاهلي، واولى فقراتنا كابتن حلمي طولان. كابتن حلمي طولان الزملكاوي الجميل والرمز الابيض في القلعة البيضاء، لما تطلع الكلمة من المنافس الاقرب ليك فدي شهادة للتاريخ. كابتن حلمي طولان في شهادة للتاريخ على الثبات الانفعالي والثقة بالنفس. ان النادي الاهلي كان فارق عن نادي الزمالك، او نادي الزمالك فارق عن النادي الاهلي بحوالي 18 20 نقطة، ومع هذا لم تهتز ثقة جماهير النادي الاهلي ولم يهتز لاعب النادي الاهلي، وظلوا متمسكين لاخر امل للوصول للصدارة مع نادي الزمالك، وتبقى لكل فريق 7 مباريات. حلمي طولان ابن الزمالك ادرى اهل مكة، ادرى بشعابها، قال لك المشكلة والعيب في نادي الزمالك واللي بيضيع البطولات في نادي الزمالك في الامطار الاخيرة هي قلة الثقة بالنفس، هي عدم الثبات الانفعالي، لان لعبت النادي الاهلي واخدين على البطولات فعندهم بالتالي ثقة، عندهم ثبات انفعالي، انما لعبة الزمالك مش عندهم هذا الثبات الانفعالي، وده اللي بيضيع منهم البطولات، مش الحكام او اي حاجة تاني. في مجموعة من الكائنات الحية اللي عايشة معانا ما تعرفش دول تفكيرهم ايه، يعني ما تعرفش دول ضربين ايه. الناس دي شايفة لكرهها لحسن مصطفى بيبص، يعني يتمنى العمى ولا يشوف حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. تخيل هؤلاء الفئة الضالة شايفين ان حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، اللي لو في حاجة بعد ربنا فضل الحد في كرة اليد المصرية وتطور كرة اليد المصرية، فحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي هو السبب فيه. لكن البعض زي ما بقولك من القلة الضالة شايفين ان حسن مصطفى النهاردة في ماتش فرنسا، مصر وفرنسا في كرة اليد، هو اللي جاب الحكم الاسباني وهو اللي رشى الحكم الاسباني عشان يكسب فرنسا ضد مصر عشان مصر ما تكسبش وتوصل للنهائي. عالم مرضى نفسيين، كان الله في عون الناس اللي عايشة مع القطيع والمجموعة البشرية دي. محمود كهربا، عزيزي المشاهد الاهلاوي المحترم، واحد من اكتر اللعيبه في النادي الاهلي اللي مش واخد حقه لا على الميديا ولا على السوشيال ميديا ولا الاعلام ولا اي حد بيدي حق كهربا ليه، في حين ان في لعيبه لعبت قد كهربا اضعاف الماتشات اللي لعبها مع النادي الاهلي، واللعيبه دي في النادي المنافس ليك ناقص يعمل لهم تمثال. مثلا على سبيل المثال للحصر، عايز اقول لك ان محمود كهربا لعب مع النادي الاهلي 54 مباراة، سجل 16 هدف، سجل 16 هدف، في حين ان احمد سيد زيزو لاعب الزمالك ونجم الزمالك واللي جماهير الزمالك طالعين بيه القلعة وليهم الحق، لعب 103 مباراة احرز 16 هدف. يعني كهربا في نص عدد المباريات، وخلي بالك كهربا بيلعب اغلب مبارياته بينزل بديل، يعني لو عدينا او حسبنا عدد الدقائق الملعوبة مش هتيجي ربع الدقائق اللي لعبها احمد سيد زيزو، لان احمد سيد زيزو اغلب مبارياته بيلعب اساسي وفين وفين لما بيتغير يعني. فتجد ان البعض يدي حق زيزو ليه وكهربا مفيش حد يفتكره خالص، وكأن كهربا ده يعني من بلد تانية او جنسية تانية غير مصر. كهربا اللي الاخ احمد عيد مزهقنا في عيشتنا ليل نهار بالبوستات بتاعته، وبرضه دي مطلق الحريه. اخ احمد عيد لعب مباريات قد ايه يا جماعه مع النادي الابيض في كل البطولات؟ لعب 68 مباراه. لعب 68 مباراه. احرز خلال ال 68 مباراه 16 هدف. كهربا
54 مباراة احرز 16 هدف، وزي ما بقولك عدد الدقايق اللي لعبها كهربا قليل جدا جدا بالمقارنة باللي لعبها زيزو او لعبها الاخ احمد عيد. تعال نروح لموضوع اخر. واحد من ابناء الزمالك المجتهدين، وده وفقا للوصف اللي وضعه السيد اسمه ايه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك من غير كابتن، عشان هو بيزعل بكلمة كابتن يعني. واحد من الابناء المجتهدة زي الاخ عمرو الصفتي قال لك امبارح مباراة وادي دجلة والاهلي من المفترض انه ملعب دجلة وتلعب عادي في ملعب الاهلي، مفيش حد من الزمالك اعترض، انا اعرف نادي منافس بيقول على نفسه بطل قعد يعيط اسبوع عشان الزمالك هيلاعب المحلة في الاسكندرية. بص، اذا كنت لا تعلم فتلك مصيبة، واذا كنت تجهل بالمعلومة عن قصد او دون قصد فالمصيبة اكبر، لان ساعات البني ادم الجاهل او اللي بيتجاهل عن عمد دوت ده بني ادم حقير. طبعا لا اقصد عمرو الصفتي، لكن معلومة عايز اوضحها لعمرو الصفتي لان ممكن يكون مش عارف. معلش مش عادي، كلنا نجهل الكثير والكثير. يا اخ عمرو، نادي وادي دجلة بيأجر الملعب بتاع الاهلي والسلام، يلعب بقى مع الاهلي، يلعب مع الزمالك، يلعب مع بني عبيد، يلعب مع ولايه ديتشا، يلعب زي ما يلعب. فده مش ذنب النادي الاهلي. النادي الاهلي لما اتكلم على مباراة غزل المحلة اتكلم على نقطة انت ازاي نادي غزل المحله ومباراه غزل المحله والزمالك اجلتها عشان يلعبوها في القاهره، وتيجي دلوقتي تقول لي انا لاعبها لهم في اسكندريه عشان ما تعبهمش ويرجعوا للقاهره تاني. انا هديك بس عدل القيعي، المهندس عدل القيعي. المهندس عدل القيعي قال لك فكروا بفلافيو، عايزين تسكتوا عمرو الصفتي هاتوا له فلافيو بيخاف منه. فكروا عمرو الصفتي بفلافيو اللي يخلي عبد الواحد يضربه في صدره بالبوكس، لو هتولوا عماد متعب يعني يجيبوا له فلافيو او هتولوا عماد متعب اللي بيخلي عب واحد يضربه بالبوكس. طيب النادي الاهلي يا ساده كرام يخطط لابعد المستويات. النادي الاهلي تخطى بطموحه، واخد بالك يا ابو الطموح حدوته يا بتاع البطاطس، النادي الاهلي تخطى بحدوده ابعد المستويات. خلاص فكره الدوري الممتاز دي بقت حاجه يعني بالنسبه للاهلي وجماهير الاهلي، لو انا ما كسبتهاش تبقى مصيبه. العادي والطبيعي ان انا اكسب البطوله حتى لو بلعب باللعيبه الناشئين، ده العادي بتاعي. بطوله افريقيا ما شاء الله انت اخر 5 سنين ده واصل 4 نهائي وكسبان 2 في اخر سنتين، يعني برضو فاهم انت يعني بدات تبقى زيها زي بطوله الدوري. فعايزين نعلى بالطموح بتاعنا وده حقنا كنادي اهلي وكجمهور واداره النادي حقي. فالنادي الاهلي بدا يطمح ان ليه ما كسبش كاس العالم للانديه، وليه كخطوة أولى ما وصلش لنهائي كاس العالم للأندية. عشان كده النادي الأهلي في صفقاته هتجد أن الكواليتي والكاتيجوري بتاع النادي الأهلي في الصفقات بقى عالي جدا. بروح أجيب لاعب من برايتون الإنجليزي، صفقة تقيلة جدا من العيار الثقيل، المدير الفني بيتسو موسيماني اللي بيطلبه بنجيبه له لأن في هدف تم الاتفاق عليه، وهو اقل شيء ان اكون متواجد في نهائي كأس العالم للأندية القادمة امام تشيلسي لو القرعة وصلتني مع تشيلسي للنهائي، واتمنى ان القرعة ما تبقاش ظالمة وتحطني مع تشيلسي في قبل النهائي. فالنادي الاهلي خلاص برايتون على الابواب، بيرسي تاو على الابواب، ميكي سون خلص. خد المفاجأة دي بالنسبة للنادي الاهلي. الكل في دماغه ان الاهلي التلاتة الراحلين لو تعاقد مع سفيان رحيمي كمان، التلاتة اللي هيرحلوا ديانج جونيور اجايي والتر بواليا. حابب اقولك ان واحد من ضمن اللاعبين اللي ممكن كنت من اسبوعين تلاتة تقول استحالة نفرط فيه هو بدر بانون. بيتسو موسيماني ما عندوش مانع ان بدر بانون يرحل للعرض السعودي والدوري السعودي المقدم ليه بدر بانون، عرض جيد جدا بالنسبه للنادي الاهلي. الاهلي كان جايب بدر بانون حوالي 2 مليون دولار، جاء عرض للاهلي ب 4 مليون دولار في بدر بانون، هتكسب فيه، تقدر تامن دفاعاتك بشكل جيد،
وتجيب لاعب افريقي اخر او من امريكا اللاتينيه اخر يقدر يفيدك في الجزء والجانب الهجومي، وتحافظ على اليو ديانج او اليو ديانج يمشي وات ايفر بالنسبه للنادي الاهلي. ولكن في نقله كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي بخصوص التعاقدات، وده اللي قاله شادي محمد. قال حلم الاهلي هو الحصول على كاس العالم للانديه في وجود تشيلسي، ممكن بشرط الصفقات القويه، وانا بتفق جدا جدا مع شادي محمد. طيب تعال نروح لموضوع مهم جدا. الدكتور مبروك عطية، الدكتور الجميل صاحب الفتاوى الشهيرة، دكتور مبروك عطية يعني في احدى اللقاءات الفضائية لي في القنوات الفضائية اتسأل سؤال عن السحر في الكورة. احنا بنتعامل مع مجموعة من المشجعين والبشر، بص بيحاولوا يشوفوا اي مبرر عشان يعني يلزقوا الفشل بتاعهم او يرجعوا الفشل بتاعهم لاي حاجة، فمن ضمن المبررات السحر. فتسأل سؤال دكتور مبروك عطية، هل السحر موجود في ملاعب كرة القدم ولا لا؟ دكتور مبروك كان رده واضح وصريح، رد على المشجع الابيض المخطط قال له ايه؟ قال له تفوق على المنافس وانشط وخليك صاحي وباصي وما تاخدش الكرة لوحدك وتأنن بيها وتعمل فيها الواد اللي هيجيب الكرة من عند ضربة المرمى للجول التاني، في تعاون على البر والتقوى في الكرة، واسمع كلام المدرب بتاعك وما تتفزلكش، والمدرب المفروض يبقى صاحي مش كل شوية يقوم من على الكرسي يهلل لما تعجبه الحاجة ولما ما تعجبوش يهلل ويصوت، المفروض يغير الخطة وما يسيبش اللعيبة لحد دخولهم الملعب. سحر مركون ومش مركون، مفيش سحر في الكرة. وان النادي الزمالك ده سؤال بقى، لو عايز الزمالك ياخد الدوري يعمل ايه يا دكتور مبروك؟ قال لك لما الزمالك يعمل الحاجات اللي انا قلت عليها دي ساعتها هيكون جاهز انه يفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز. طيب عمرو اديب الاعلامي الابيض الجميل الاعلامي الزملكاوي قال لك ايه؟ قال لك هو مدرب الاهلي ده مش ممكن نبعت له جامايكا او نحاول نقنعه يرجع يقعد جنب اهله، لان العيلة اهم من الفلوس والكورة، وكده الاهلي حد تاني، ولو كمل كده مش هياخد الدوري وهنفضل في المركز التاني على طول. يعني عمرو اديب عايز بيتسو موسيماني يمشي ويروح يقعد جنب اهله، والقعدة مع الاهل اولى من الفلوس واهم من الفلوس. انا حابب بس اقول لعمرو اديب حاجة، بص يا استاذ عمرو، النادي الاهلي عبر تاريخه ما بيقفش لا على مدرب ولا على لاعب. النادي الاهلي انا مش عايز اقول لك زي الفيلم بتاع تامر حسني، لو في بطه بيضة ماشيه في الشارع او فرخه بيضة ماشيه في الشارع دربت الاهلي هيكسب الدوري برضه. لكن حابب اقول لك ان الاهلي باي مدرب مصري اجنبي، لو جبنا مدرب مساعد زي كابتن محمد يوسف وحسام البدر قبل كده كسبوا افريقيا وهم مدربين مساعدين، فالاهلي مش بيتسو موسيماني هو اللي بيكسب الاهلي الدوري او بيكسب الاهلي البطولات، ولكنها نظام السيستم اللي ماشي عليه النادي الاهلي هو اللي بيجيب البطوله. طيب تعال نروح لي كابتن خالد الغندور. خالد الغندور النهارده يا جماعه كان بيتكلم وبيوجه رسائل للحكام في الماتشات القادمه. قناه نادي الزمالك او خالد الغندور والناس اللي كانوا موجودين معاه شادي عيسى والدردير عمرو الدردير كانوا بيضغطوا على الحكام، ركزوا بلاش تضيعوا مجهودنا، خلي بالكو اوعوا تضيعونا، ماتشات اللي جايه صعبه، حقك لكن مش من حقك انك تضغط على الحكام وتقعد تقول ان اخطاء التحكيم والفيلم الهند اللي بيحصل ده وزهقنا واخطاء التحكيم ومش عارف ايه. انا حابب اقول للمشاهد المحترم اللي بيتابعني ان لولا اخطاء التحكيم والله العظيم الدوري كان خلص من زمان. اقولها تاني والله لولا اخطاء التحكيم المقصوده وغير المقصوده ضد الاهلي ولصالح الزمالك لكانت بطوله الدوري الممتاز انتهت من اسبوع تقريبا او النهارده، كنا نقول السبع ماتشات اللي جايين دول ما لهمش لازمه او الاهلي محتاج نقطه ويكسب الدوري. فبلاش فكره ان انا اقعد اتكلم على اخطاء التحكيم وانا اغلب الاخطاء لصالح النادي بتاعي وضد المنافس بتاعي.
تعال نروح لبرضو خالد الغندور اللي قال لك الفترة الجاية محدش هيلتمس العذر، لا الحكام ولا مخرجين ولا أي معلق. احنا دلوقتي في فترة حساسة ومش هينفع بقى تعيدوا لقطات على حسب المزاج والهوى، لازم تتعاملوا بمساواة، وعندكم تقنية فار تقدروا تشوفوا أي لقطة أحسن مننا، والمعلقين نتمنى تتعاملوا بما يرضي الله. يعني تخيل، بص أقول لك على حاجة، يعني الحكام بيحكموا لصالح الزمالك، الإعلام كله 90% زملكاوي، المعلقين مفيش غير أيمن الكاشف وشوبير هم اللي أهلاوية والباقي كلهم زملكاوية، وتيجي تقول لي بطالب المخرجين والمعلقين ومش عارف ومين ومين. يا عم انتوا فيكوا في بعضكم، روح كلمهم على التليفون وقول له. السيد عمرو الدرديري الجميل قال لك ايه؟ عمرو الدرديري بيعجبني قوي تعليقات عمرو الدردير، قال لك ايه؟ قال لك بص يا كابتن خالد، الزمالك لو كسب المحله والاتحاد ضمن 90% من الدوري. على فكره اللي بيقوله الدردير صح. ليه؟ هو يا جماعه الزمالك فاضل له مين؟ فاضل له المحله، واخد بالك، والاتحاد، فاضل له ولاد العم، فاضل له اخر ماتشين دجله والبنك الاهلي واسوان، مش عارف ايه، فرق هبطت خلاص او ما هبطتش وضمنت، فهيبقى ماتشات لا قيمه لها على الاطلاق بالنسبه للفريق التاني. فالفريق التاني هيلعب الماتشات بتاعته ضد الزمالك ولا في دماغه، ولا في دماغي، سواء كنت هبطت خلاص انا هبطت، سواء كنت مكمل خلاص انا، خلاص انا ضمنت ان انا اكمل، فمش فارقه معايا الزمالك يكسب يخسر، مش فارقه معايا. فكلام الدرديري صح. درديري اللي اتكلم وقال ان الترتيب اللي في جدول الدوري ما بيحصلش غير في الدوري المصري. انا ذنبي ايه عمرو يا درديري؟ ان انا كنادي اهلي او نادي زمالك عندي امكانيات تخليني انافس وابقى في الاول والتاني، الاهلي في الاول والزمالك التاني. انا ذنبي ايه كنادي اهلي وزمالك ان في جاب كبير جدا بيني وبين المركز الثالث والمركز الرابع؟ ده مش فشل للنادي الاهلي او الزمالك، ده فشل للاخرين. ولو هتقول لي الموضوع موضوع فلوس، ما هقول لك ساعتها ما هو بيراميدز عنده اغلى نادي في الدوري بعد النادي الاهلي، وعنده الفلوس ما شاء الله، يعني حدث ولا حرج في العدد الفلوس. لكن الموضوع مش بالفلوس، ولا الموضوع بالامكانيات الماديه. الامكانيات الماديه جزء، لكن ازاي تدير ازاي تبقى رئيس نادي ناجح وما تكونش رئيس نادي فاشل. فبلاش تدوا الفرصه للناس الفاشله انها تشوف لها اي حجه وخلاص عشان تتكلم عليها عشان تداري فيها فشلها. طيب خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم. شكرا ليكم دايما دايما، سلام عليكم.